إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، موضوع محاضرتنا في هذا اليوم هو كيف ظهرت الفرق الضالة، وما هي آثارها المعاصرة على دنيا المسلمين اليوم. وهذا موضوع بحق مهم للغاية، لأنه ذو أثر عملي تطبيقي على حياة المسلمين هذه التي يعيشونها، حتى نعرف من ذلك أسباب الضعف وبدايات المرض وقاعدة الخلل، وبالتالي لنعرف ما هي الأدوية التي تخرجنا من هذا المرض الشديد، وما هي العلاجات التي تنقذنا من هذا التفرق. الأكيد حتى تكون أمورنا واضحة، وحتى تكون نظرتنا لأنفسنا بينة بعيدا عن زخارف القول، وبعيدا عن أن نغرر أنفسنا بأشياء لا وجود لها، أو بحقائق عملتها أيدينا واخترعتها عقولنا، لنزعم من ذلك أننا أمة واحدة، وأننا جماعة واحدة، وأننا طائفة واحدة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث المروي من ثلاثة طرق وحسنه جماعة من أهل العلم منهم الإمام الترمذي وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي أسباب ذلك؟ وما هي علاماته؟ وما هي آثاره؟ وما هي الحالات الموجودة اليوم بين ظهرانينا، لنعرف من خلالها مواقع أقدامنا؟ هذا ما سيكون موضوع محاضرتنا في هذا اليوم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. Sheikh Ali has started with خطبة الحاجة, and now by now you all are aware of the خطبة الحاجة. And after that he said this subject is of extreme importance because it has its effect upon our life today. It's a practical application upon the da'wah, and so that and it would enable us to really understand the causes for our weakness and how we can treat these causes, and it helps us and enables us to have a clear vision about our way and be far away from being deceived by any misconception and any group who advocate that we Muslims nowadays are all of us Muslims and are one ummah, while we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, which is authentic, which was narrated from three different with three different chain of narrators,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the Jews were divided into 71 sects, and the Christians were divided into 72 sects, and the Muslims are and my ummah are going to be divided into 73 sects. So in this lecture, inshallah, we are going to talk about the causes of that division and the signs of that division and the effects on that division, and also we are going to see if there any about the cases that resemble those groups today. وهذه المحاضرة تنتظمها نقاط عدة إذا ربط بعضها ببعض كونت عند سامعها بمنة الله وتوفيقه نظرة شاملة وشبه متكاملة حول هذا الموضوع المهم. وأول ذلك وأهمه وأغلاه وأعلاه أن نعرف أن الله تبارك وتعالى حذرنا من التفرق وحذرنا من التشتت وحذرنا من التشرذم والتمحور، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قراءة متواترة من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. وعند أهل العلم أن للقراءة القرآنية أثرا في المبنى كما أن لها أثرا في المعنى، فكأن الله تبارك وتعالى عز في علاه يخبر عباده أن الفرقة عن الدين قد تؤدي إلى مفارقة الدين، أن الفرقة في الدين قد تؤدي إلى المفارقة للدين والبعد عن الدين، وهذا ما نراه. فكم من بدعة كانت صغيرة فإذا بها تصبح كبيرة وخطيرة. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الوجيز الذي يمثل منهجا من مناهج أهل السنة، قال: واحذر صغار المحدثات فإنها تغدو حتى تصير كبارا. وهكذا كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم يحذرون من القليل حتى لا يقع الواقع به والمتلبس فيه بما هو أكثر منه ليزين له الشيطان سوء عمله، فإذا به يرضي نفسه في مباءات الإثم ومهالك الضلال ومدارك الردى. وما ذلك إلا بسبب تهاونه في شرع الله وتهاونه في وحدة الأمة، في وحدة عقيدتها، في وحدة دينها، في وحدة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فمفارقة أو فالفرقة في الدين أثر عظيم وأساسي من آثار مفارقة الدين عياذا بالله. He said, inshallah, our lecture today is going to be comprehensive, and we'll start by some of the ayat which warn against division and disunity. And he mentioned the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Do not be among those who ascribe divinity to other than Allah subhanahu wa ta'ala. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Those who have differed in the matter of the religion. وَكَانُوا شِيَعًا. And they were divided into different parties and groups. And he says there is another way to recite فَرَّقُوا by فَارَقُوا. فَارَقُوا means separated themselves from their religion. Instead, differed in the matter of religion. And according to the scholars of tafsir and qira'at, this different way of reading this word in the Quran add another meaning to the meaning. And he said that means that differences in the matter of religion may lead us to be totally separated from our religion. And he has mentioned a quotation from a great scholar who said that beware of the small innovations because they eventually lead you to major innovations. So we should not belittle any matter which relate to the differences in the matter of religion, because this may lead us to really be separated from the religion. So here Allah subhanahu wa ta'ala first has mentioned that it is the quality of the kuffar, the quality of the mushrikeen, those the disbelievers, to be
to have differences in the matter of religion, and this is enough warning for this ummah against disunity and division in the matters of religion. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز محذرا العبادة الذين أسلفوا لهم قيادة قائلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا أي لا تتفرقوا وتختلفوا، فإذا فعلتم ما هي النتيجة؟ أن تفشلوا في دنياكم، في مطلوبكم، في هدفكم، في مرغوبكم. وعليه فيترتب على هذا الفشل ذهاب الريح وهرد الكلمة وكبت القوة وضعف الحق وذهاب كل خير، وما ذلك إلا بسبب ذلك التنازع، وبسبب ذلك الافتراق، وبسبب ذلك التدابر والتناحر الذي قد صح في السنة النبوية المشرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا. فالتدابر من ألوان التنازع، والتنازع مؤذن للفشل، وبالتالي فإن هذا وذاك كلهما مؤديان إلى ذهاب الكلمة وإلى ذهاب الريح وإلى زوال النصرة عن الله أو من الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، لأن مخالفة الأمر سبب في تأخر النصر، كما قال سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكيف ينصر الله سبحانه وتعالى أناسا خالفوا أمره وابتعدوا عن هديه وتجنبوا شرعه ووقعوا بما يخالفون فيه أوامره سبحانه وتعالى؟ Also Allah subhanahu wa ta'ala said warning this ummah against division and disunity by saying وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Do not dispute with one another, otherwise you will fail and you will part the parts. And here he says that Allah subhanahu wa ta'ala says وَلَا تَنَازَعُوا. Do not dispute with one another, do not fall into matters that lead you to disunity. And he mentioned the result of, you see, this disunity and this disputing between the brothers, and the result is the failure and the weakness that is directly resulted from the disunity. And he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا تدابروا, do not turn away from one another. And this is yani is caused by the disputing with one another, which lead to failure, which lead to weakness, and which make this ummah not deserving of the victory of Allah subhanahu wa ta'ala. Because it is known that when we violate the order of Allah subhanahu wa ta'ala, the victory is will not be bestowed upon this ummah, and Allah subhanahu wa ta'ala will not give it to this ummah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلَنْ يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala shall certainly help those who help the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning they fulfill the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. So when they fail to fulfill the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, they will not be qualified to receive the victory from Allah subhanahu wa ta'ala. How would Allah subhanahu wa ta'ala grant a victory to some people who violate his orders and commandments? وأيضا يقول الله جل في علا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ونهي، أمر بالاعتصام ونهي عن التفارق، أمر بالاتفاق ونهي عن الافتراق، أمر بالائتلاف ونهي عن الاختلاف. والله عز وجل ماذا يقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانظروا إلى هذا الأمر الذي هو أصل عظيم وأداة حكيم من أسس إقامة الملة ومن قواعد حفظ بيضة الأمة، كيف يخالفه الناس؟ وما مخالفتهم له إلا لأسباب كثيرة
أعظمها راجع إلى ضعف نفوسهم ورقة أديانهم ووهاء أديانهم في نفوسهم، حتى لا تسلم لهم أحكام الله، وحتى لا يقبلوا ويذلوا لهذه الأحكام. فبالتالي فإنهم خالفوا الأمر وتلبسوا بالنهي، فجعلوا الأمر معكوسا ظهرا لبطن، فقالوا واعتصموا وتفرقوا ولا تعتصموا. ربنا يقول واعتصموا ولا تتفرقوا، هم قالوا تفرقوا ولا تعتصموا. إن لم يقولوا هذا بلسان المقال فقد قالوه بلسان الحال، وأحيانا يكون لسان الحال أشد وأمضى وأنكى من لسان المقال، لأن الله تبارك وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وما ذلك إلا لأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. فالله عز وجل قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتأملوا هذا المعنى في هذه الآية الكريمة، وهذا معنى قد لا يعرفه ولا يذوقه ولا يتأمله إلا من يعرف لغة العرب ويعرف أثرها ويفهم كلماتها وألفاظها. واعتصموا أمر بالوحدة، ثم كرر بلفظ آخر بحبل الله، حبل الله واحد، فهو أمر ثان بالوحدة. ثم قال جميعا، وهذا توكيد وهو أيضا إشارة إلى الوحدة. ثم جاء تبيان وإيضاح ولا تفرقوا، فكاف آية ذات كلمات معدودة جاء الأمر فيها بالوحدة والاتفاق والنهي عن الافتراق على وجوه أربع. وما هذا إلا لعظيم أثر الاتفاق ولكبير خطر الافتراق عياذا بالله. Allah subhanahu wa ta'ala also said وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast all of you together to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and do not be divided. Here we see that Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us to unite and He is forbidding us from being disunited in the same ayah. And this is, you see, an order from Allah subhanahu wa ta'ala, which shows that the Muslims should love one another and should not hate one another, should come close to one another and should not turn away from one another, should really establish any way that may lead them to unity and stay away from any cause that may take them away from unity. And we should not neglect this order of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Let those people who violate His order beware of a fitna or a'azab aleem, a great punishment. So this ayah is a great foundation for the unity. How could the people violate such a clear order of Allah subhanahu wa ta'ala? It is only because of the weaknesses that we have in ourselves, and because of the weakness of our iman. The people nowadays say, they reverse the ayah, and they say that be disunited and do not hold fast to the rule of Allah subhanahu wa ta'ala. They may say it, they may not say it by their tongues, but this is non-verbal message that is sent, and sometimes the non-verbal message is stronger than the verbal message. And he brought an evidence from the Quran. It is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Oh, you believe, why you say something and do another? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. It is most hated in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala to say something and to do another thing. So he said that it is most hated because your action, the message that may be sent from your action is stronger than the message that the verbal message. So what people nowadays, the condition of the people shows that they have reversed this ayah, which is a very, very clear-cut commandment from Allah subhanahu wa ta'ala for the Muslims to unite. And here he has given more details about, you see, the how strong this order is. He says, for example, let's talk about each word in these five words that Allah subhanahu wa ta'ala has given. There are four commandments in different forms that we should unite. Allah subhanahu wa ta'ala says first, wa'tasimu bihablillah, hold fast
to the robe of Allah subhanahu wa ta'ala. So just the word wa'tasimu is by itself shows that we have to unite. And the word hablullah, the robe of Allah, by itself shows that, because the hablullah is one, the robe of Allah is one. So when Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning it, it is by itself another order for unity. And the word jami'an, all of you together, is another word which emphasizes the unity. And finally, wala tafarraqu, do not be disunited, is another word. So here, in this very small sentence, there are four forms of commanding the people to be united and to stay away from everything that may lead them to disunity. ولست أريد أيها الإخوة في الله الإطالة بذكر الأدلة على شر الفرقة وعلى خطرها وعلى كبير ضررها، ولكني أختم هذا بآية وحديث. أما الآية بل سورة فهي قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكيف نتصور أناسا متواصين بالحق ومتواصين بالصبر وهم متفرقون وهم متشتتون وهم متدابرون متناحرون؟ هؤلاء إن تكلموا لا يتكلمون إلا هجرا، وإن قالوا لا يقولون إلا باطلا. لماذا؟ لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد، لأنهم ليسوا على هدى من الاعتصام والوحدة والائتلاف. لذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر يسميه أهل لغة العرب من أفعال المشاركة، وأفعال المشاركة لا تكون إلا مع الاتفاق والتلافي، وبخاصة في هذه المعاني العالية. إذن التفرق سبب للخسران المبين، خسران الدنيا وخسران الدين، وهذا ما نراه اليوم وللأسف الشديد. فالمسلمون في بقاع الدنيا كلها وفي أقطارها جميعها فاقدون كيانهم. وللأسف ولو أردنا أن نحمس وأن نصور وأن نتكلم بالعواطف الخالية عن الحقائق لقلنا وقلنا كما يقول غيرنا، لكننا نريد أن نثبتكم ولا نريد أن نثبطكم، لأن الثبات لا يكون إلا مع معرفة الحق، وأما التثبيت فيكون بالتزوير وبكتمان الحقائق، ولو كان ذلك قد لا يعجب الكثير من الذين تلبسوا بالفرقة وعاشوا لها وفيها ومن أجلها. وأما الحديث أيها الأحبة في الله، فقول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما خرج مع أصحابه فوجدهم جالسين كل واحد منهم على حدة، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إن تفرقكم هذا لمن الشيطان. وهو تفرق ماذا؟ تفرق أبدان وتفرق أجساد، وليس تفرق قلوب، وليس تفرق عقائد، وليس تفرق مناهج، وليس تفرق أفكار، وليس تفرق حس يعيشه الناس واحدا فإذا بهم متفرقون فيه. دعونا إلى البعد عنه، كل على ما يهوى وكل على ما يرى وكل على ما لقن من الذين يخططون بعيدا عن هذه الشريعة وبعيدا عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. He said, I'm not going to take much of your time with respect to this point, and I'm going to conclude by one ayah and one hadith. And he mentioned Surah Al-Asr, the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, Wal-Asr, by the time, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, truly mankind is in loss,
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات except those who believe and work righteous وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر and advise one another with doing what is right and with patience. So here he says, commenting about the last part of this surah, how could we fulfill this order of Allah subhanahu wa ta'ala and be exempt from the state of loss if we are not united? Because if the people are not united, then whatever they talk it includes certain matters that further causes the division and causes the people to repel from one another and to stay away from one another. So here the word tawasaw implies the cooperation and people who love one another and people who are united with one another, and this is not the case right now, and this is why we know that this unity is a direct cause for the true loss, a loss in this life and the life to come. I'm not trying my intention is to say something that makes you firm upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, and I don't want to make you despair, but the way to be firm upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala is to know the truth and not to be deceived or like emotionally think that there is no problem in this this ummah. And the hadith that he has mentioned is the statement, the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for his companions when they were traveling, and he saw that when they stopped to rest, they scattered in the valley. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told them later on that this scattering that happened is from the shaytan. When everyone went to a different place, it is from the shaytan. It is from the shaytan. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about disunity or scattering by your own bodies, not by the hearts, because the companions radiallahu anhum used to have hearts that are very close to one another. So even though this disunity, even though that this scatter was only by their bodies, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told them that it is from shaitan. It was not by their hearts, it was not by their creeds, it was not by their methodology that they follow or the intellect that they follow. It was only by their bodies, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in spite of this told them that it is from the shaitan, so you have to stay away from it. And that's it. إذا عرفنا هذه القاعدة وظهر لنا هذا الأساس ينكشف لنا أمران مهمات ويظهر لنا أصلان جليات يجب أن يتفهمهما كل من يريد أن يعرف كيف ظهرت الفرق الضالة كيف ظهرت الفرق الضالة وما هي آثارها اليوم. أما الأمر الأول فأن من رحمة الله على عباده أن ظهرت الفرق في فجر التاريخ، أعني تاريخ الإسلام، وفي بداية الدعوة حيث كان العلماء وحيث كان العهد قريبا بالحق والنور وحيث كان الحق ساطعا بأهله وبحملته ودعاته، فتكلم المتفرقون والمفرقون ببدعهم، فجوبهوا بالرد عليهم وقوموا بنقض شبهاتهم، وجوبهوا بالتبكيت على أفكارهم، فأخمد الله ضلالتهم وبكت عليهم طريقتهم وأفسد عليهم مآربهم. فكانت تلكم الردود وكانت هاتيك المناقشات هي النواة الأولى التي عرفت فيما بعد
بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهي التي إليها ندعو ولها ننتسب، ونرجو الله أن نموت عليها بفهم سلف الأمة الصالحين الذين هم بمنة الله عليهم وتوفيقه لهم قد قعدوا هذه القضايا وأسسوها وضبطوها. كل ذلك مرتبط بالدلائل الشرعية والحجج الدينية من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الملاصق لهذا الذي لا يفارقه هو أن نعلم أن ما يجري اليوم إنما هو عكس ما جرى بالأمس. فبالأمس ظهرت الفرق عند العلماء فكبتوها، واليوم لا تظهر الفرق ولا تنتشر إلا عند الجهلاء، وإلا عند البعيدين عن العلم، وإلا عند الذين يسوسهم من لا يعلمون فيضلون ويضلون، كما قال النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا فأفتوا برأيهم، وفي لفظ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث والله هو بذاته منهج، وأعظم به من منهج، لأنه يبين سببا من أسباب الضلال، بل يبين أصلا من أصول الإضلال بسبب أولئك الرؤساء والقادة والزعماء الذين يرئسون أنفسهم أو يرئسهم مريدوهم وأذنابهم ليكونوا هم القوالين بما يريدون لما يشتهون، فإذا بهم يتكلمون بغير علم، فإذا بهم يتكلمون برأيهم، فإذا بهم يتكلمون بغير هدى من الله ولا كتاب منير، النتيجة ماذا؟ ضلوا وأضلوا. ولو تأمل السلفي الذي هداه الله لمعرفة الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة ما حوله من فرق الضلال ومن الأحزاب المتفرقة عن الحق والبعيدة عن الصواب لرأى صدق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رؤساء، متكلمون، قادة، أتباع، بل همج رعاع، ثم كلام بغير علم، كلام بالرأي، كلام بالهوى، كلام بالعاطفة، كلام بالحماسة، فإذا بالنتيجة ضلال وإضلال. فأيها الأحبة في الله، علينا أن نعرف هذا الداء لنعرف ما هو الدواء، ولنعرف أيضا السبب الذي نشأ منه هذا البلاء. Now we have two matters very clear for us. Whoever knows them, he knows the causes for the disunity and the appearance of the sects, that the deviant sects. The first is it is from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that these sects appeared in the early time. A time that is close to the prophethood, where when the scholars were plenty in number, and when they were close to the time of the mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because this caused the scholars to stood for what is right and to defend the deen, because they were the guards of this deen, and to refute the claims of those people who the deviant groups, and to totally expose them so that people will not be very impressed what they are saying. And from these
debates that took place with them, from these refutations and conversations with them, all these things were the foundation of the creed of Ahlul Sunnah. They put it in, they organized it, and they made it as the, and it was, by its evidences, the creed of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And the second matter is that what is happening today is exactly opposite from what happened in the early time when these sects appeared, because now this unity or the this furaq is there from the leaders. I mean the people who are considered the leaders are the ones who are being influenced by the thinking or the ideologies of the deviant groups. This is why they are they themselves are misguided, and they are misleading others. And he quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says that Allah subhanahu wa ta'ala does not take the knowledge from the in Allah la yakhudhu al-ilm intiza'an. Allah subhanahu wa ta'ala does not take the knowledge away from people by taking it away from the hearts of the scholars or the people. Rather, he take it away by taking away the souls of the scholars, by the death of the scholars. So when there is no scholar, people will take ignorant people as their leaders, and they ask them, and they give the verdict without knowledge. And this is why they themselves they mislead people, and after being misguided. So here we find that many people they talk without knowledge, they talk based on their opinion, they talk without guidance, and same result is happening, that they mislead others, and they themselves are misguided. وقد يقول قائل أو يسأل سائل لماذا هذا التركيز على فرق الضلال والتفريق بين الأمة ونحن لا نسمع إلا قائلا قال الله أو ناقلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي المشكلة إذا؟ أقول المشكلة تبدأ من هنا. كيف؟ اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. إذن ليست المشكلة في أن يستدل المستدلون بقال الله قال الرسول، فهذا أمر من أنكره كان على شفا حفرة من الكفر عياذا بالله، بل قد تلبس بالكفر تلبسها. إذن ما هي المشكلة؟ المشكلة في أولئك الذين يزخرفون للناس بقال الله قال الرسول، ولكنه يفسرون هذين الوحيين وهذه الدلائل على وفق ما يريدون، وعلى وفق ما يهوون، وعلى وفق ما يشتهون، وما تزينه لهم عقوله، وما تزخرفه لهم أهواؤهم. ها هنا المشكلة. من أجل ذلك أيها الإخوة، كان مشايخنا ونحن تلقينا عنهم وأخذنا منهم، ونذكركم ونذكر إخواننا لتذكروا من وراءكم أن منهجنا قائم على فهم السلف للقرآن والسنة، لا على فهم أفراخ الخلف، ولا على فهم العقرانيين الذين يريدون لي أعناق النصوص لتوافق لهم عليه، لا بفهم العقلانيين الذين يأخذون ما يريدون ويدعون ما يريدون، لا بفهم أولئك الذين يصدقون مع الجاهلية في وسط الطريق، لا بفهم الخالفين المخالفين للسلف الصالحين، إنما بفهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم القاعدة وهم الأساس.
وتأملوا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى الخوارج ليناقشهم ويناصرهم ويقيم الحجة عليهم، وهو من هو في العلم والدين والإمامة، قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من أحد منكم أو فيكم منهم. لماذا؟ لأنه علم أن الحجة في فهم أولئك، لأنه علم أن الأساس هو التركيز على ذلك الفهم لتنضبط به الدلائل وترتبط عليه المسائل وتتركز فيه الأمور على قواعدها الشرعية الثابتة النقية. وتأملوا أيضا حديث عبد الله بن مسعود المروية في سنن الدارمي عندما جاء إلى أولئك الحلة المتفرقين في المسجد يبتدعون في الدين ويخالفون هدي سيد المرسلين، فماذا كان من حججه عليهم؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون. كأنه يقول لهم: لماذا أنتم تخالفونهم؟ ولماذا أنتم لا تتبعون كلامهم؟ وتأملوا أيضا ذلك الحديث العظيم الجميل الجليل المروية في صحيح الإمام مسلم، وهو المعروف بحديث يزيد الفقير. ويزيد الفقير هذا رجل من التابعين، قال: جئنا وقد كنا عصابة ذوي عدد من الخوارج، وقد أعجبنا رأي من رأي الخوارج، نريد أن نحج ونخرج على الناس، أي نبشرهم ونذكرهم بهذا الفكر وهذا القول وهذا المنهج المنحرف. قال: فجئنا إلى المسجد فوجدنا جابر بن عبد الله جالسا على سارية يقول يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أناس يعذبون ثم يخرجون من النار، فقلنا له: أتقول هذا وأنت من أصحاب رسول الله؟ هم على ضلالهم، يعرفون فضل الصحبة ويعرفون أثرها ويعرفون عميق مكانتها في الدين، لكن تأويلهم للنصوص الشرعية وعدم فهمهم لها على ما فهمها الصحابة والتابعون على ما فهم الصحابة كان سببا في ضلالهم. فقالوا له: أتقرأ القرآن؟ كيف يخرج أناس من القرآن والله يقول وما هم منها بمخرجين، ويقول كذا ويقول كذا، وذكروا الآيات التي فيها دخول النار وعدم الخروج منها، يريدون أن يضربوا نصوص الشريعة بعضها ببعض، يريدون أن يردوا السنة بظاهر القرآن الذي ما فهموه كما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما كان من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلا أن قال لهم: أتقرؤون القرآن؟ هم يقرؤون القرآن لكنهم لم يفهموه حق فهمه ولم يعرفوه حق معرفته. قالوا: بلى. قال: وما قرأتم في القرآن عن المقام المحمود؟ قالوا: بلى. قال: فذاك هو مقام محمد وتلك هي شفاعته. بسبب جهلهم وتأويلهم وبعدهم عن الفهم السديد وقعوا بهذا الخطر الأكيد الذي جعلهم مكفرين للأمة متلبسين بألوان من الضلال عياذ بالله. يقول يزيد الفقير: فناقشنا جابر فوالله ما بقي منا أحد إلا رجع إلى الحق إلا رجل واحد. نقول اليوم يحدث العكس، فإذا ناقشت فئة لا يرجع إلا واحد والجميع يبقون على ضلالهم ويستمرون على انحرافهم ويقبلون ما هم فيه من تفرق وتشتت، وما ذلك كله إلا لسببين اثنين: أولا الفرقة التي ضربت أصنابها في عقولهم وقلوبهم، وما سبحانه وتعالى said and his messenger said. And the Sheikh is saying that this is the problem. This is the problem because everybody is saying قَالَ اللَّهُ قَالَ الرَّسُولُ. Allah said and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. From here you see the problem starts. And he has quoted the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying that some of you will fight because of a different interpretation that he has for the Quran, as I fought the people who were denying this revelation or the descending of this Quran. Because
to deny Allah and His Messenger is a clear kufr, is a clear disbelief. So nobody should deny quoting from Allah and His Messenger. The real problem is in the understanding, in the interpretation of قال الله قال الرسول, of the saying of Allah and the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. People twist the meaning of what Allah subhanahu wa ta'ala and said and what Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. People understand it according to their wishes, according to their whims, according to their desires, according to something that is wrong, and they twist the meaning and distort it to fit that bad opinion that they have. So the problem is in the interpretation of the saying of Allah and saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we have learned from our mashayikh, we have learned from our shaykh that the most important thing is for us to abide by the understanding of the Salaf, of our righteous predecessors, who are the companions on and those who follow them in excellence. It is to abide by their understanding, not by the understanding of the Khalaf, not by the understanding of the texts of the Book of Allah, the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by the deviant group. Both groups, they base their arguments upon the saying of Allah and the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The difference is that we abide by the interpretation of the Sahaba radiallahu anhum, of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he quoted Ibn Abbas when he came to the Khawarij. And as you know, the Khawarij is the first innovators who appears in the Muslim history. And he was discussing, he wanted to debate with him. He wanted to convince him that what they are doing is wrong. And the first thing that he told them, that I came to you as a delegation from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there is none of you who has who have accompanied the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this statement by itself has a great significance, that you see, you do not have the right to differ in your understanding to the Book of Allah, the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the understanding of the companions radiallahu anhu. Another quotation from Abdullah ibn Mas'ud, when he came to those people who were starting an innovation in the masjid, and the first thing that they told him after disapproving what they are doing, that these are the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are still plenty in number. In other words, he is telling them, how can you do this and differ from the companions, and they are here, and they don't approve of this. So you should not differ by your understanding, by your interpretation, to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from, you see, that of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he mentioned another a story from Sahih al-Bukhari. Yazid al-Faqir, Muslim, I'm sorry, from Sahih Muslim. He said that this Yazid al-Faqir, he came with a group, and they were from Khawarij, and they came to spread their, you see, ideas to people, and they found Jabir ibn Abdullah quoting the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he said that some people will go out from the hellfire after being punished in the hellfire. So the first thing they told him, that do you say that, and you are one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Even, you see, these people, with all what they have of, you see, misguidance, they said that, how could it be that you are a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and you are saying this? Because they have a different idea about this, that the person who entered the hellfire never comes out of it. So they started discussing and debating with him about this, and they told him several ayats from which they understood that the person who entered the hellfire cannot go out of the hellfire. And he explained to them that, did you read in the Quran this and that? And he has convinced them that this is the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is mentioned in the Quran. And after this long debate, all of them, they have
changed their mind and they followed the Sunnah and the Manhaj and the interpretation of the Sahaba with the exception of one. He said, nowadays, if there is any debate or any discussion following the same methods, following the same methodology, you find, you see, only one may accept your opinion and the rest, the majority, will not. So nowadays, the majority are influenced by the way of thinking of the deviant group, and this is what is causing the many of the differences and disunity in this ummah, and they are turning away from the interpretation of our righteous predecessors, the Sahaba radiallahu anhum, who were described by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, khayrun nasi qarni, the best people are those of my century. They are the best people. And this goodness that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has affirmed for them is not because of the time, not because of the place, it is because of the understanding, their interpretation. They were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they witnessed the revelation, they understood the occasion for which these ayat were revealed, and this is why their interpretation must have a precedence over any other interpretation of the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فلو أن الأمة منذ بداية عصرها وإلى يومنا هذا تمسكت بأوامر الشرع وفهمتها كما فهمها الجيل الأول لنالت خيرا عظيما وفازت فوزا مبينا وقل فيها الافتراق وحل محله الوحدة والاتفاق لكن بمقدار القرب من مناهج أهل الضلال يكون البعد عن الحق وبمقدار البعد عن مناهج أهل الضلال يكون القرب من الحق أو بصورة أخرى بمقدار الالتزام بالشرع والالتزام بما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يكون الهدى وبمقدار البعد عن ذلك يكون الضلال واسمعوا أيها الأحبة في الله هذا الحديث النبوي الصحيح الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر ولو تأملتم لقلتم هذا إن من ورائكم أيام الصبر يقول للمتمسك فيها أي أيام الصبر بما أنتم عليه أجر 50 تأملوا قوله للمتمسك فيها بما أنتم عليه هذا ما نقوله في الحديث الآخر هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما قال المتمسك فيها بالدين أو بالسنة قال بما أنتم عليه لأنهم على الحق المبين الواضح المستبين لأنه سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 قالوا يا رسول الله منا أو منهم أي أجر 50 هؤلاء أجر 50 منا أم 50 منهم قال بل منكم الله أكبر ما أعظم هذا المنهج الذي يؤدي إلى هذا الأجر ويورث هذا الفضل فتمسكوا وعضوا عليه بالنواجذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد
عليها بالنواجذ. هذا هو الإيجابي. أسلمي ماذا؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار. إذن الغلو في الدين ومخالفة أمر رب العالمين وعدم اتباع سيد المرسلين يوقع الضلالة في المنحرفين ويلبس الانحراف في الضالين، لأنهم خالفوا فوقعوا نتيجة ظلمهم ومخالفتهم جزاء الوفاق. والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا يقول؟ إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء. ولو تأملنا أيها الإخوة رؤوس فرق الضلال في الماضي، أعني بهم الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة، لرأينا أنهم كانوا في بداية ظهور نجمهم متمسكين بشبهة من الحق، لكنهم غلبوا فيها فصارت باطلة، متمسكين بجزء من الصواب فخالفوا الفهم السديد فيه فانقلبت باطلة وضلالا وغلطا فاتحا وفاضحا. الشيعة الرافضة تمسكوا بشبهة من الحق، هي شبهة حب أهل البيت. ومن ذا لا يحب أهل البيت؟ لكن حب أهل البيت لما لم يعطوه قدره الحق ومنزلته الصحيحة خرج بهم إلى الضلال، وإلى أن يغلبوا أهل البيت وعلي رضي الله تعالى عنه منهم بخاصة على أبي بكر وعمر، وحبذا لو أن الأمر بقي على ذلك. فإذا بهم يضللون ويكفرون، فإذا بهم يصل ضلالهم إلى ماذا؟ إلى أن يقولوا بحب القرآن ويفعلوا في القرآن ويتهموه بالزيادة والنقصان، مع أن الله جل في علاه قد تكفل بحفظه. إنا نحن لنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله لكتابه العزيز في الصدور وفي السطور أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينصح فيه عزان كما قيل في ثالث الزمان. وأما الخوارج فأيضا نظروا إلى الأمور من زاوية فيها شعر من الحق، فكان كلامهم كله في التمسك بالطاعة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يحمل أحدكم صلاته بصلاته، وما كان إلا لتمسكهم بالطاعة وبعدهم عن المعصية. لكن لما غلوا في هذا الأصل إذا بهم يكفرون كل من خالف الطاعة ويكفرون كل من ترك المعصية. بعيدا عن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما بدأت الأمور وانتشرت الفرق، قال له: يا ابن عمر، إن فلانا يقول علي بالكفر. فماذا قال؟ قال: أفلا قلت لا إله إلا الله فتكذبه. إذا الغلو سبب آخر أو سبب في هذا أيضا. وأما المرجئة فقد كان حسن الظن لله هو الذي جعلهم ينحرفون إلى هذا الانحراف، وحسن الظن بالله أمر واجب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. ولكن حسن الظن بالله هذا يجب أن يكون منضبطا، لأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، وليس كما يقول المرجئة الطلاب. ومن عجب هذا السماء أن يقول بعض من تشبث أو أن يقول بعض من تشبث بشبه الخوارج متهما أهل السنة ودعاة أهل السنة وعلماء أهل السنة بأنهم من المرجئة. فوالله الذي رفع السماء بلا عمد، لقد جهل هؤلاء وافتروا افتراء عظيما وكذبوا كذبا مبينا وافتروا بهتانا عظيما، لأنهم ما عرفوا المشكلة الإرجائية الأولى ولا عرفوا كيف يطبقونها ليحكموا على مخالفيهم بما هو
الإرجاء، فأي إرجاء هذا الذي يتهم به أولئك الأدعياء؟ هؤلاء الأبرياء. الشاهد مما أقول أن المرجئة الضالين حقا والغالطين صدقا كان بداية ضلالهم شبهة من الحق، وهي التمسك بحسن الظن بالله، فأداهم ذلك إلى أن يقولوا إيمان فرعون وإيمان أبي بكر الصديق سواء، إيمان الحجاج وإيمان عمر سواء. نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله من هذا الجهل، نعوذ بالله من هذا البعد عن الصدق والصواب. فغلوا ووقعوا بما وقع عليه. والمعتزلة ماذا هو سبب ضلالهم؟ سبب ضلالهم أنهم وثقوا بالعقل أكثر من النقل، ونحن نقول العقل وسيلة لفهم النقل، ونعطي للعقل مكانته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. لكن هؤلاء جعلوا العقل هو الحكم، جعلوا العقل هو الأساس. كلمة واحدة ترد ضلالهم وتذهب إفكهم وتنقض قولهم وتكر عليهم بالنقض، وهي أن نقول عقل من هذا هو الحكم؟ عقل العرب، عقل العربي أم عقل العجمي؟ عقل صاحب الزراعة أم عقل صاحب الصناعة؟ حق العقل الأمي أم عقل المتعلم؟ عقل البروفيسور أم عقل الطالب؟ هذا كله يبين أن العقول متفاوتة، فبأي عقل نحكم على الشرع؟ فأخذوا شبهة من الحق، وهي احترام الإسلام للعقل ووضعه له في مكانته، فخرجوا عن ذلك بأن زادوه وغلبوا فيه فجعلوه هو الأساس، فردوا به دلائل الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم قد اختلفت الأسماء، ولم نعد نسمع بالخوارج أو بالمرجئة أو بالمعتزلة أو بغير هؤلاء، لكن هذه الأشياء جاءتنا بأثواب أخرى وتسللت إلينا بلموس آخر ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. Okay, the Sheikh is saying that if this ummah held fast to the order of Allah subhanahu wa ta'ala and understood it as the Sahaba radiallahu anhum understood it, then there will be no differences, no disunity in the ummah. And he has put a rule that whenever the closer we are to the way of thinking and the methodology of the deviant groups, the farther away we are from truth, and the closer we are to disunity and differences, and the closer we are to the shara, to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala as understood by the companions, and the closer we are to the method of the companions radiyallahu anhum, the farther away we are from deviation and from misguidance. And he mentioned a beautiful hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which praises the people who hold fast with the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as understood by the companions radiyallahu anhum in the future, in the after the time of the companions. He says that inna min ayyamikum inna min waraikum ayyam as-sabr, that in the future there will come certain days that are the days of perseverance. It is very hard, it is very difficult for the person to hold fast with whatever was taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam as understood by the companions radiyallahu anhu. Whoever holds fast with whatever you are now following will have the reward of 50. And here the sheikh that says that the point is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهَا بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Whoever holds fast to that which you are now upon, and this shows the merit and the position of the understanding and the interpreting of the companions radiallahu anhum to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because they represent the path of the true believers. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Whoever differs from the Prophet,
after guidance has been clarified to him, and follows a path that is different than the path of the believers. And here the path of the believers is the path of the companions radiallahu anhum, as it was sufficient to mention differing from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But because of the importance of following the understanding and the methodology of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah has added the path of the believers, and follows a path different than the path of the believers. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. We leave him for that which he has chosen for himself, ونصله جهنم, and we will cause him to be thrown in the hellfire, which is the evil end. So the Sahaba رضي الله عنهم, when they heard this great merit for the person who holds fast to the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and that he will have the reward of 50 people, they asked, 50 people from us or from them? And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, rather it is 50 people from you. So the person who holds fast to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam during our time will have the reward of 50 of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh said, what a great reward is this? Reward is this? This is why we should hold fast, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said when he was giving us the solution the remedy for the differences. He said, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ. So hold fast to my sunnah and the sunnah of the rightly guided khulafa who will come after me. عَبْدُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Hold fast to it with all your strength. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. And beware of the newly invented matter, because every newly invented matter is a misguidance, and every misguidance is in the hell fire. To exceed the limit, and that is in our understanding to the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, and to violate the order of Allah subhanahu wa ta'ala, cause us to fall in misguidance, and cause us to deviate from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, beware of exceeding the limit in the religion, because this caused the people who were before you to be destroyed. And he mentioned the different groups which deviated in the path. He said, those people who exceeded the limit in understanding of their religion and deviated from the straight path, like the Shia, like the Khawarij, like the Murji'a, like the Mu'tazila. All of these people, even though they are deviated, they are holding fast to part of the truth, to part of the truth. And the Shaykh is trying to make us understand that to have an evidence is not enough, but we should abide by the understanding and the interpretation of the Sahaba radiallahu anhu. Because all of these people, all of these groups, they used to have evidences, and they used to hold fast to part of the truth. But what caused them to deviate is that they did not totally submit to the method of the Sahaba in their understanding to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For example, Shia, they deviated from something that is very true, and that is the love and the respect to the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Who among us does not respect and love the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? But their problem that they have exceeded the limit in their understanding, and this led them, for example, to prefer Ali and give him precedence over Abu Bakr and Umar radiallahu anhum ajma'in. Then this led them to consider all other Sahaba as kuffar, as disbelievers. And this led them to say that the Quran is missing some part, and it is not complete, and there is some addition, or there is some other Quran that is hidden. Even though Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. It is we who reveal the dhikr, which is the Quran,
and it is upon us to preserve that zikr. The second example is Al-Khawarij, where the point from which they deviated from the straight path is their emphasis upon the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is something true, every one of us should obey Allah subhanahu wa ta'ala. To the extent that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that one of you will belittle his prayer as compared to their prayer. They pray longer, they pray during the night, they are very truthful, they don't lie. And their problem came from this, because they have exceeded the limit to the extent that they used to consider every person who disobey Allah subhanahu wa ta'ala as a disbeliever. And this is against the understanding and in the interpretation of the Sahaba and against the text of the Quran and the Sunnah. But if you do not have reference in your understanding to the book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you may misinterpret the ayat or interpret it according to what you feel and according to what you want. And a person came to Umar radiallahu anhu complaining that somebody has considered him a kafir, and he told him to say La ilaha illallah, so that it will be clear that they are lying, because La ilaha illallah is the statement that make you fall under the fold of Islam. The third example, Al-Murji'a, the point of truth or the truth that they have deviated from is their hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Hoping for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and to have your heart filled with the hope for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is a must, is an obligation. But these people have exceeded the limit in this, and they deviated from the true understanding and the right interpretation for hoping the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Hadith Qudsi that I am as my servant, think of me, so think good of me. So if you are dealing with Allah subhanahu wa ta'ala, your heart should be filled with the hope for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But they exceeded the limit in this. Till they said that the iman, my iman is like iman of Abu Bakr radiallahu anhu or Umar. So they say iman is one, it doesn't matter what you do. If you disobey Allah subhanahu wa ta'ala, that's fine. Exactly to the other extreme, Khawarij. Yani Khawarij took one extreme, they took the other extreme. And Sheikh said that whoever believes that the iman increases and decreases, increases by actions of obedience and decreases by action of disobedience, he has cleared himself from this deviant way of thinking. And the fourth group are Al-Mu'tazila. The part of the truth that they used to hold fast to is the respect the respect in Islam and in the book of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for reason. Islam respected reason. But at the same time, Islam has given reason or the intellect or the mind of the person its role. You cannot use this reason in every matter, rather it has a certain scope that should not exceed. And these people have exceeded the limit in this till they have judged the text and the book of Allah, the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, by their own reasoning. Okay, and they neglected certain ayat and certain hadith because they thought that it contradicted their reason. And here the Sheikh said that a very simple way we can refute this claim is that which reason are we talking about that we should consider as a judge upon the books or book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? My reason or your reasoning or the other person reasoning? Because people reasonings differ, and there is no book that defines what is the right reasoning. So the Sheikh is saying that this shows that every person has a different reasoning. This is why we cannot consider
the reasoning, or we should not give precedence for reasoning over the book of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So today, after mentioning all these examples and all these group, he say, today we may not have the same names as Shia, Khawarij, Murji'a and Mu'tazila. You don't find a building where you find this is headquarters of Mu'tazila or headquarters of Khawarij. But he said, we have some people who are influenced by these people, but in different names. And different names, so we have to be careful. The whole point is to abide by the understanding of the Sahaba radiallahu anhum to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وبالرغم من أن فرق الضلال متجددة وأفكارها متعددة إلا أن آثارها السلبية متحدة، ولأن الأمر كذلك كان لابد من ذكر شيء من الآثار وشيء من الملامح التي يعرف من خلالها الآثار السلبية التي تسبب في وجودها هؤلاء المنحرفون على اختلاف أفكارهم وتنوع مذاهبهم. فأول ذلك تفريق الصف، فحيثما حلوا أو رحلوا كانت الفرقة ظلهم وظلالهم، وكان التفريق عدتهم وعتادهم. الأمر الثاني الطعن بعلماء الأمة، فلا يعجبون إلا بأنفسهم، ولا يمجدون إلا من كان معهم، ولا يكبرون إلا من وافق أهواءهم ولو كان أجهل الجاهلين وأقل الناس معرفة بالدين. فالطعن بالعلماء هو من أبرز علاماتهم، وبخاصة في هذا الزمان. فإذا سمعت الرجل يطعن بهذا العالم أو ذاك فاتهمه على دينه، وليس هذا من التعصب في شيء، وإنما هو من معرفة الحق بمعرفة دلائله وبالالتزام بحجة قائله. ولقد ورد عن عدد من العلماء والأئمة الماضي أنهم قالوا إذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه على دينه، ليس ذلك لأنه أحمد بن حنبل فقط، ولكن لأنه داعية إلى الحق. وإذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاطعن به وتكلم فيه لأنه يريد الطعن بالحق. وهكذا نقول إذا رأيت الرجل اليوم يتكلم في علماء الأمة وصفوة الأئمة وهم أفراد قلائل، كما قلنا إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا، فاتهمه على دينه. وهذا الطعن منه إنما يورث أيها الإخوة في الله، إنما يريد به أن يظهر نفسه وأن يجعل يده مكانة بين الناس. فإذا طعن العلماء فإنه يميطهم عن طريقه ويبعدهم عن سبيله وعن موضعه، فلا يبقى إلا هو، كأنه يقول أنا العالم الذي لا يطعن وأنا الفقيه الذي لا يبارى. ولو أنه كان يناقش مناقشة علمية ودية قائمة على الأدلة الشرعية لكنا قلنا نعم ما قال، لكنه لا يصلح منه ولا يسمع منه إلا الطعن، وإلا القول بغير حق، وإلا التجريح، بعيدا عن توقير العلماء واحترام الكبراء من أئمة الدين. أما الأمر الثالث وهو تابع لهذا كما قلت، فهو تزكية أنفسهم بعد أن يزيحوا من أذهان متبوعيهم علماء الأمة فيخلو لهم الجو، كما قيل في بعض الشعر خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. الأمر الرابع التكفير، فإنهم إن لم يقعوا فيه فإنهم عاشوا على ظلاله، فالذي لم يقع فيه اليوم سيقع فيه غدا، لأن هذا هو رأس ماله وهذا هو طريقهم وهذه هي أساليب تفكيرهم، فلا يستطيعون أن يخرجوا منها. وأما الرابع
فتحريف الكلم عن مواضعه بالاستدلال بنصوص الشريعة بعيدا عن فهم السلف اختراعا عند أنفسهم، فهذا في الحقيقة تحريف. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا من أعظم الضلال، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الإمام أحمد والحافظ العلاء وغيرهما من أئمة العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكيف إذا كان الأمر اليوم قد جمع هذه الصارمات الثلاث، غلو وجهل وتحريف، فالأمر إذن يكون على أنكى ما يتصور وعلى أشد ما يتخيل. ثم بعد ذلك تحكيم العقل، فكثيرا ما تأتيه من نصوص أو يسمعون الفتاوى فإذا بهم يقولون هذا غير معقول، كيف يكون هذا، هذا لا يعقل، هذا لا يفهم. سبحان الله، يردون نصوص الشرع بمحض العقل ومحض الرأي ومحض الهوى، ثم هم لا يقبلون الحق من أهل الحق مع أن عليه نورا وعليه بهاء وعليه ضياء عظيما، وذلك لاستنباطه من الكتاب والسنة. لكن لما كانت عقولهم هي المرجع الأكبر وهي التي إليها الأمر الأول، كان ذلك سببا في انحرافهم وسببا في ضلالهم. ثم بعد ذلك إثارة الشبهات، فإنهم لا يجدون قوما ولو كانوا من الوسطاء من التزل من الطيبين حين ويلقون عليهم الشبهات ويشككونهم ويلقون الشكوك والظنون وهكذا. وما هذا أيضا إلا بسبب ما جبنوا عليه من نقص في الدين ونقص في العقل ونقص في المنهج الصحيح. وكذلك أيضا الغلو، فهم قوم غالون يغلون في الدين بما يخالف هدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والغلو سبب في الضلال والإضلال. وكذلك الكذب والإكرام، فيقولون فلان كذا فلان كذا، فلان عميل، فلان جاسوس، فلان يفعل، فلان لا يفعل، وما هذا إلا بسبب خوان صحبتهم من الحق. فمن فرغ عقله من العلم أتى إلى غير العلم، أتى إلى الجهل، ومن فرغ عقله من الجهل أتى إلى من العلم أتى إلى الجهل، ومن فرغ فهمه من الصواب أتى إلى الخطأ، وهكذا. هكذا أيضا ترى بضاعتهم مبنية على الكذب والافتراء. وكذلك أيضا سوء الظن بالآخرين، فمن إن يتكلم مع أهل العلم أو طلاب العلم كلمة إلا ويحملونها عليه، كما قال الله في أولئك المنافقين يحسبون كل صيحة عليه. لماذا؟ لأنهم يعيشون على الظن فيظنون غيرهم كمثلهم. والأمر أيها الإخوة في الله قد يطول ويقول، فالتفرق والضلال والانحراف أمر نعيشه وأمر نحياه، ونسأل الله أن ينجينا منه وأن يبرئنا منه، ولكن الوقت قد ضاق وضاق وضاق، فعسى أن يكون هناك مجال آخر نكمل فيه بذكر بعض النصائح لأنفسنا ولكم في هذه القضية الجليلة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعدنا عن شبهات أهل البدع وعن كذبات أهل الافتراء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Okay, the Sheikh said that there are a lot to say, but he is, because of the time constraint, he is going to stop here. He said this after he mentioned the bad effects of these deviant groups upon the da'wah. And I'm going to mention what he mentioned. He said the first thing is they are cause of disunity. So wherever they are, they cause disunity, they cause disputes, differences among the Muslims. The second is impeaching the scholars, because they don't admire anybody but themselves. So, and we have to understand that whenever we see a person and teaching a great and a reliable scholar, we should accuse him, you see, in his religion. We should know that he has a problem in his understanding for the religion, and this is why, for example, we have some quotation from our scholars that whoever says something wrong about Imam Ahmad or Hamad ibn Salama or others, then you should understand that this person is deviant, because of Imam Ahmad, because these people wanted to attack
what Imam Ahmad stands for of the right methodology and the right way of thinking. So these people impeach the scholars, and this leads us to the third point, because they only think that they are the ones. This is why they recommend themselves and they praise themselves, and when they remove others and praise themselves, then they can talk without any objection from anyone or any person who may oppose them. The fourth effect, bad effect for this deviant group, is that they distort the meaning of the ayat and the hadith. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that a trustworthy group of every generation will carry this knowledge, meaning the knowledge of the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, removing from it the distortion of yanfuna anhu tahrif al-ghalib, the distortion of those who exceed the limit in their understanding, wa ta'wil al-jahirin, the misinterpretation of the ignorant people, wa intihal al-mubtilin, and the fabrication of the liars. So and these people combine between these three bad qualities that the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The fifth bad effect is that they give precedence for reasoning over the text from the Book of Allah or the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they reject an ayah or reject a hadith simply because to him it does not make sense or it does not agree with his reasoning. And the sixth bad effect is the is that they spread doubts among the true Muslims and believers. Even if the listener to them is naive, he doesn't know anything, they start to mix him up, they try to mix him up and instill doubt in his heart. The seventh bad effect is al-ghulu, which is exceeding the limits in in our understanding for the religion. And this is a cause for deviation and misguidance. And the eighth is al-kadhib, which means lying, and because they start to mention in order for them to be the only people who are reliable, they start to impeach everybody by lying, by saying this is an agent, this is something that is, and accuse people. And finally he said, which means to have bad thought about the others, whatever if